السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كل اللي حضرتك شايفهم هنا كانوا في يوم أحياء زينا، ليهم آمال وطموحات وليهم شهوات ورغبات، تشكيلة عجيبة من الناس وعلى كل لون، ما كانش ممكن أبدا يجتمعوا في حياتهم، ولكنهم اجتمعوا بعد مماتهم. اتخذت مش كده؟ ما تخافش، لسه فرصتك مخلصتش، تقدر تصلح حالك قبل فوات الأوان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنة فيها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. حسنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والأرض المعدة للحرث والزراعة، ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، والله عنده حسن المرجع والمآب. لم يدعنا الله عز وجل حيارى، ولكنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبئنا بما هو خير من زينة الحياة الدنيا. قل أيها الرسول، ألا تحبون أن أنبئكم وأخبركم بما هو خير من الشهوات الدنيوية الزائلة؟ بلى يا رسول الله نحب، فأنبئنا بما هو خير من تلك الشهوات الزائلة لا محالة. لمن راقب الله وخاف عقابه وفعل المأمور وترك المحظور، وللذين اتقوا الشرك والكبائر والذنوب والمعاصي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا الله، جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار، ولكنها ليست كأنهار الدنيا، أنهار من العسل وأنهار من اللبن وأنهار من الخمر وأنهار من الماء وغيرها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها خلودا أبديا لا موت فيه ولا فراق. نعم نعم، ألم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار ثم ذبح؟ ألم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وسوء الخلق، فهن مطهرات من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، ولهم ما هو أعظم وأجل من كل نعيم، لهم رضوان من الله، ليس مجرد رضا وإنما هو رضوان، ورضوان من الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول:
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. يا رب، لا تحرمنا من رضوانك، وألحقنا بالمتقين في جنات النعيم. والآن بعد أن علمت ما هو خير من تلك الشهوات الدنيوية الزائلة، هل ما زلت متمسك بها؟ ألم تتعظ ممن سبقوك؟ لا تحزن ولا تبكي على ما فات، وابدأ من الآن واعلم أن الله بصير بالعباد. فالله عز وجل عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية. ذاك وعده للمتقين ووعيده للمسيئين. جزاكم الله خيرا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنة تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير.